امكانياته حلوه، عنده المهاره وعنده التهديف، كل حاجه عاليه عنده. ياخد فرصته وهينجح اكيد، هيلعب على اي حد ان شاء الله. هينجح اكيد زي ما قفشه نجح، هو هينجح ان شاء الله. اتوقع ان هو هيعمل شغل جامد يعني مع نادي الاهلي، وهيبقى من لعيبه كبار يعني في مصر ان شاء الله. يعني زي ما نجح اللعيبه اكتر من قبله، هو هينجح وهيكون له مردود في ايجابي جدا على النادي، وهنشوفه الكلام ده في الموسم الجاي ان شاء الله. بيعمل طفره كبيره مع زمايله، مع كل اللي موجودين في الملعب، مع حتى اللي بيلعب في نفس المركز بتاعه. ان شاء الله باذن الله ويحقق معانا البطولات ان شاء الله باذن الله، ال11 وال12 مش هنقف ان شاء الله باذن الله.